السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هاد اللبسه. ان شاء الله هاد الثوب عندنا 2.5 متر على 1.5 متر ديال العرض. عندنا لبسه ديال بنيته عندها 16 عام، 15 عام، 14 عام، يعني لبسه بالسروال. اليوم ان شاء الله غدا نشوفوا كيفاش غنفصلوا ليها هاد اللبسه اللي بغات هي على الديكور اللي بغات. غنبداو بالطويان ديال الثوب. بما ان البنيته غتكون ضعيفه شويه، ما غليضاش، دونك غادي نطوي الثوب كله على 4 هكا على الطول كامل. يعني غادي نخدموا السروال بحال هكا، ومن بعد الضفه والخلف، ومن بعد الكمام، كلهم كيتخدموا على الطول. وعاد خلاص عندنا الثوب انه مخطط بحال هكا، داكشي اللي خلانا اننا نخدموه على الطول بحال هكا. هانتوما البنات، حنا كنخلو واحد 4 سنتيم هنايا، وغادي ناخد الثوب الطول ديال السروال. الطول ديال السروال عندها 96 سنتيم، هي هادي. غنزيدو 8 سنتيم ديال اللاستيك، ها هي. دابا غنمشو بحال هاكا، نمشو أفقيين بحال هاكا. بما أن السروال دائما شنو اللي كيحكم لينا على الفصالة ديالو وعلى ان شحال غنديرو هنا، هو الحوض ديال السيده، لان الحزام تقدري ما تشديش كاع السيده، كتاخدي الحوض، والحوض هو اللي كيطلع باش ياخذ الحزام. هنا ملي كديري قياس الحوض ماشي مشكل، حيت عريض كتجمعي بلاستيك، ضروري خصو يدوز من هاد البلاصه باش يطلع السروال. عندنا الحوض ديال البنيته عندها 96 سنتيم، إلا قسمناها على 4 وزدنا 4 كتعطينا 28. حنا غادي نديرو 28 هنايا، ها هو مزيانة، ها هي 28. تقدري ديري حتى 26، حيت قسمتي على 4 وتقدري تزيدي غير 2 سنتيم ديال هاد 28. غناخدوها هانتوما، هنايا هبطنا ب 8، هنا خصنا نعرفو بشحال غنهبطو البنات. غنهبطو ليها ب 27 سنتيم بارات، وغادي ناخد 28 هنايا حتى هي بحال هكا. وهذه هي البلاصه اللي غناخذوا فيها القعده ديال السروال ديالنا. القعده ديال السروال غادي نخدموها بالبيروكي بهذه الطريقه في هذه البلاصه. ها هي بحال هكا، ها هي القعده شديناها. دونك غادي نشوفوا راس الرجل شحال بغات فيها، بغاتها عريضه. غادي ناخذوا 28 سنتيم. هاد الموديلات ديال ان السروال عريض من التحت ولا دابا على مود، ومن الاحسن كتفصلي بنيتك بوحدك. ها نتوما البنات بحال هكا. عاد دابا غادي نقص. دابا هاد القعده كما كتشوفوا راه عندي فيها 9 سنتيم، يعني هاد القعده على اساس الخلف. من بعد عاد غنصيب القعده ديال الامام وجهه الامام. هانتوما البنات، دابا غادي نمشي من الجهه الفوقينيه. هنا عندنا 8 سنتيم، هاد السطر الاول هو اللي غنقطع منه بحال هكا، وغادي ناخذ لاطراس ديال القعده اللي طراسيت. وغنمشي حتى لراس الرجل. كما كتشوفوا البنات، هذا هو السروال ديالنا. دابا غادي نشوفوا الخدمه ديال السروال ديال الامام. شوفوا البنات، دائما ملي كنخدموا بحال هكا، دابا شنو غنديروا؟ غنشدوا هذه الجهه، ها نتوما، ولو نحلوه كيبقى عندنا بحال هكا. غنشدوا هذه الجهه التحتانيه هذه، وغنهبطوا ب 4 سنتيم. هذيك 8 سنتيم كنقسموها ب 4 سنتيم. دونك كنجيو من هذا النصف بحال هكا، وكنمشيو بحال هكا 4 سنتيم ديالنا بحال هكا، حيت حنا بغينا فيه لاستيك. من بعد كنقصو 3 سنتيم من هاد القعده ديال الامام، وكنمشيو حتى الاسفل بواحد 2 سنتيم في الاسفل، يعني كنجمعو بين 3 سنتيم وجوج سنتيم. الحاجه الاخرى اللي عندنا ثلاثه الحوايج الفرق
بين القاعده ديال الامام وبين القاعده ديال الخلف. هي هاد 4 سنتيم اللي كنهبطوا وهاد 3 سنتيم اللي كننقصوها من القاعده، وعندنا كنحفروا بحال كي كنديروا التركيز، كندخلوا شويه في القاعده ديال الامام بواحد ونص سنتيم او جوج ونص على حساب الطاي ديال السيده. الا شفتوها غليظه بامكانكم تدخلوا غير بواحد سنتيم، واحد ونص او جوج ونص الا كانت ضعيفه، باش ما يبقاش ليها الثوب مجموع ليها في القدام ديالها. بالنسبه للسروال دابا تفصل كما كتشوفوا هو هذا. دابا غندوزو الفوقيني ديال اللبسه. دابا قبل ما نفصلو غادي نشوفو الثوب هذا واش قادنا ولا ما قادناش لهاد اللبسه اللي غادي نديرو. دائما بحال هكا حنا حيدنا السروال اللي مهم، حيت علاش؟ السروال ما يمكنش لك ديريه قصير او ديريه ناقص ولا شي حاجه، ما يمكنش. اما هذه ممكن ديريها قصيره الا ما قدكش الثوب، اما السروال ضروري يكون هو هذا. عندنا الطول، طول 70 سنتيم، ها هو عندنا 70 سنتيم، ها هو ديال الطول ديال الفوقينيه. لنفرض خلو 4 سنتيم هنايا، ها هو 70 سنتيم كاين. انا نتراسي بحال هكا نشوف شحال بقى عندي هنايا. هانتوما عندي 64 سنتيم، يعني كافيه باش ندير الفوقاني ديال اللبسه، يعني بالطول ديالو بالكم ديالو بكل شيء. ولكن انا عندي شي حوايج اخرين غادي نديرهم في هاد اللبسه. عندي الباندا ديال الامام ضروري نقصها من الثوب، حيت علاش؟ بغاتها لكتف طايحين بحال الكيمونو قصير، يعني قصير على القياس اللي بغات هي. يعني كاينه الباندا وكاينه الباندا في الكميمات. ودابا شنو غادي نديرو؟ غادي نقصو الباندا من هنا. اولا مادام عندي الثوب وافي غادي نحيد واحد، هانتوما البنات، غنحيد 10 سنتيم. هاد 10 سنتيم اللي غادي نحيد، حيت علاش؟ عندي 70 سنتيم هنايا في الطول، حسبوها معايا، وغنحيد 10 سنتيم في العرض ديال الثوب. هاد العرض ديال الثوب عندي 150 سنتيم في العرض، دونك الا حيدتها راه عندي فيها هاد الباند غير وحده، عندي فيها الامام اليمين والخلف، حيت عندي الا قسمتها على جوج غتعطيني 75 سنتيم، يعني كافيه. وانا عندي الطول ديال اللبسه ديالي غير 70 سنتيم، يعني كافيه باش تقديني غير باندا وحده اللي حيدتها. هي هذه غتعطيني الامام والخلف، وهانتوما غادي تشوفوها كيفاش غادي نخدمها بحال هكا. دابا انايا طويتو هانتوما على 4، هل الخلف هل الامام غيكون محلول بحال هكا. غادي نقص شويه من الامام، هانتوما غادي تشوفوا بحال هكا احسن. غادي نقص شويه من الامام، علاش؟ باش هذاك شويه غتحيد من السوجي وغتعوضوا لي الباندا، يعني الباندا غندير فيها 5 سنتيم، غادي نقص بحال النص ديالها. مثلا نقص 4 سنتيم غتبقى 2 سنتيم زايده، حيت هي ما بغاتوش مسدود، بغاتو محلول. دابا غادي نخدم اللبسه ديالي الفوقينيه، غنحيدو كي قلنا الخياطه، وغناخذ الطول ديالها اللي هو 70 سنتيم، ها هو الكتاف عندها 36 مقسومه على جوج زائد واحد، هي 17 سنتيم. كنهبطو بثلاثة سنتيم، كنديرو الكول ديالنا اللي هو 6 سنتيم، وعاد كنمشيو لأنها بغات الكتاف طايحين. الكتاف طايحين ب 8 سنتيم، نشوفو هنايا واش كاينه 8 سنتيم هنا. ها هي 8 سنتيم، هاد 8 سنتيم اللي طيحنا في الكتاف هي اللي غتعطينا واحد العرض ديال اللبسه ديالنا اللي غيجي زوين. غنهبط هنا افقي باش ناخذ عمودي عفوا، هاكا سطر واحد غادي نيشان باش ناخذ التركيز ديالي اللي هو 24 سنتيم. هي عندها غير 22، نزلنا 2 سنتيم ديال الخياطه. صافي دابا غنمشي، تقدروا تمشيو نيشان حتى لاخر الثوب، ولكن انا غادي نزيد شويه على ديك العرض اللي عندي. هانتوما شحال عندي دابا في الصدر، راه عندي 28 سنتيم، 28 سنتيم. هنا انا غندير غير 30 سنتيم بحال هكا، باراك، وكندخل هنا بواحد شويه، بواحد سنتيم كاع،
وكنمشي نيشان لهذاك القياس اللي بغيت. سمحوا لي السيلو ما كيبانش، ولكن دابا غتبان لكم من غنقطعها. كما كتشوفوا البنات هذه هي اللبسه ديالنا. دابا حنا عندنا الخلف لتحت، غادي نحيدوا الخلف وغنقادوا الامام. الامام حنا بغيناه في، لان فيه الباندا غادي تشي نيشان من فوق حتى لتحت بهذه الطريقه. صافي احنا فصلنا الامام بالخلف. نقدروا نطلعوا بواحد سنتيم بحال هكا ولا واحد ونص، غير باش ما يجوش الجناب طايحين ديالها. هذه بالنسبه هانتوما، ها باش تاكدوا بان القياس اللي قلت مضبوط. هانتوما البنات شتوها، يعني هانتوما الطول ديالها. حتى الا بقات شي حاجه راه حنا زايدين 4 سنتيم ديال اللوغري. هذه غنثنيها على جوج وغنجيبها نيشان. البنات دابا غادي ندير الكم ديالي اللي هو 54 سنتيم. هانتوما 54 سنتيم، غنحيد 4 سنتيم حيت بغيت فيها حتى هي الباند في القدام، وغادي نحيد 8 سنتيم من هذيك 50 سنتيم اللي بقات. دونك غتبقى عندي 42، ها هي 8 سنتيم ديال التطيح الكتف اللي طيحت. غندير 24 سنتيم هنايا وغنهبط ب 4 سنتيم، وغادي نجي نيشان هنا. هنا غناخد راس الكم اللي هو ناخد فيه 18 سنتيم، غادي يكون عريض، وغادي نمشي نيشان بحال هكا. هانتوما البنات، دابا لنفرض هذيك الباندا اللي درت ما قدتكمش، ها هو التوب شيط باش ديروا باند اخر، فهمتوني؟ ولكن شوفوا معايا مزيان الديزاين اللي درت انا. بالنسبه للباند درتها عرض والتوب غادي طول، يعني ملي غتديري الباند بحال هكا غتعطيك العكس ديال التوب في الغادي. وحتى الباند ديال الكمايم حتى هي غنديرها بهذيك الطريقه باش تكون الباندات غادي بنفس الديزاين. شوفوا البنات هانتوما، دابا التوب حنا غادي الطول ديالو بحال هكا، الزواقه غادي الطول. غنجيو للبانده وغنديروها عرض كما درنا البانده ديال الامام حتى هي، باش تعطيني واحد الاختلاف انها كاينه بانده. الا درتها حتى هي طول ربما ما تبانش خياطه وتبان بحال غدا كومنيشن. حنا بغينا نغيروا شي حاجه باش تبان لينا الزواقه مغيره. هانتوما البنات كما كتشوفوها كيجات جا زوينه، وحتى الباندا ديال القدام حتى هي غتجي بنفس الطريقه، هو غادي طول وهي غادا عرض. هانتوما البنات هذه هي الباندا كما كتشوفوا. شوفوا الثوب كيفاش غادي، وهي غتجي هنا، يعني هو غادي طول وهي غادا عرض بحال هكا، يعني الباندا تغيرناها. بالنسبه للفصاله ديال هاد اللبسه هانتوما شفتوها، راه كتجي رائعه في اللبسه. ان شاء الله غادي نخدمها وغادي نوريها لكم في اخر الفيديو. وبالنسبه للسروال راه تبارك الله كيجي رائع. ودابا حنا عندنا اصلا لامود وسري ولات هكا لاغج، وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه، والى موديل اخر ان شاء الله.